دائما كل يوم في من القاهرة. هذا اليوم يوم الخميس، وحال بداية الآن مع زميلي شادي شاش. ازيك يا شادي؟ مساء الخير يا دينا. والنهاردة عندنا موضوع رئيسي في هذه الحلقة، هنتكلم عن حركات التمرد في العالم العربي. طبعا حركة التمرد الأم هي نشأت في مصر، وكانت يعني أحد الأسباب الرئيسية في نجاح ثورة 30 من يونيو والإطاحة بحكم الإخوان. على هذا الغرار بتقوم حركات أيضا بنفس الاسم في عدد من الدول العربية، في تونس، في فلسطين، في السودان. ما مدى نضج هذه الحركات؟ هل هذه الحركات بالفعل هتساهم في بلادها في تغيير الأنظمة الحاكمة هناك؟ طبعا هيبقى سؤال كبير هنرد عليه أو هنحاول الإجابة عليه من خلال حوارنا الرئيسي في هذه الحلقة، مش بس مع ضيوفنا ولكن أيضا مع بعض الشخصيات في هذه البلدان يحدثون عن حركات التمرد في بلادهم. ولكن قبل ذلك نبدأ بأخبارنا لهذه الليلة. نعم يا شادي، بالفعل وميلاد حركة التمرد زي ما ذكرت كان من مصر. معنا أخبار متنوعة. هنبدأ مع الزيارة الأخيرة التي قامت بها كاثرين أشتن إلى مصر. أشتن تحترم إرادة الشعب المصري وتتوسط بين الحكومة والإخوان، قالت كاثرين أشتن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي. إن الاتحاد الأوروبي يحترم إرادة الشعب المصري ويحاول أن تجد طريقة ليتمتع الشعب بإدارة ديمقراطية. أشارت أيضا خلال مؤتمر صحفي عقدته الخميس أنها شعرت أن الجميع يريد المضي قدما في الطريق الصحيح، لافتة إلى أنها أمضت وقتا مع الفريق عبد الفتاح السيسي، وأنها قدمت تعازي للاتحاد الأوروبي في الجنود الذين استشهدوا في المواجهات الدائرة في سيناء مع المسلحين. أوضحت أشتون كذلك أنها أكدت في لقاءاتها مع المسؤولين المصريين أهمية أن تكون العملية السياسية شاملة، وقالت نحاول إشراك الجميع وسنواصل العمل بجدية في هذا الأمر، وهذا لن يتحقق بين شيطة وضحاها، مشددة على أنها لا تقوم بأي وساطة بين الإخوان والحكومة. أكدت كذلك أشتون أن الاتحاد الأوروبي لا يتدخل ولا تحاول التدخل في الشأن المصري بأي شكل، لكنها تدرك أهمية إشراك كل الأطراف في العملية السياسية في مصر ولا تصر على أي اختيار، وفي الأول والأخير هي على حد قولها بلادكم، وإن كنا نفضل أن تسيروا في طريق الديمقراطية بشكل كامل. بالفعل هذه كانت تصريحات أشتون بعد لقاءاتها مع عدد من المسؤولين المصريين، وهذا ما نشاهده الآن. وهناك بالطبع تغيير في اللهجة بالنسبة للاتحاد الأوروبي مؤخرا. اتهم حزب النور السلفي تنظيم الإخوان بإفشال جميع المبادرات الخاصة بإجراء المصالحة الوطنية، وذلك بسبب تعنت الجماعة في الإصرار على مطالبها والحشد في الشوارع. قال المهندس أشرف ثابت عضو المجلس الرئاسي لحزب النور إن جميع المفاوضات بينهم وبين قيادات الجماعة في الفترة الماضية لم تنجح في الوصول إلى شيء، وأكد أنهم حاولوا أكثر من مرة مع القيادات الإخوانية لإنهاء الأزمة مع السلطة. قال الدكتور محمود حجازي عضو الهيئة العليا لحزب النور إنه الجماعة بتحاول تدويل القضية وبتدخل أطراف خارجية في الأزمة للسعي لحل، وأكد إن هناك أطراف سياسية حاولت حل الأزمة لكن الجماعة رفضت بكل الأشكال الممكنة الوسائل السلمية. ومعانا خبر آخر، مصادر قضائية: النيابة بتبدأ التحقيق في اتهام مرسي بالإضرار العمدي بالمال العام. قالت مصادر قضائية إن نيابة الأموال العامة العليا بدأت تحقيقات موسعة الخميس في اتهام الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من أعضاء مجلس الشعب المنحل والمحافظين السابقين ومسؤولين بجماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة في قضيتين منفصلتين بتهمة الإضرار العمدي بالمال العام. وذكرت مصادر مسؤولة من باحث الأموال العامة أن القضية الأولى تتضمن قيام الشركة العالمية للإنتاج الإعلامي والقنوات الفضائية والتي يساهم فيها الرئيس المعزول بنسبة 17% بارتكاب عدد من المخالفات المالية والإدارية، من بينها إسناد الحملة الإعلامية أو الإعلانية لحزب الحرية والعدالة للشركة بالأمر المباشر دون إجراء مزادات إعلانية لاختيار الشركة كما هو طبعا طبقا للقانون،
وكذلك عدم قيام الشركة بتقديم ميزانيتها المالية لمدة عامين للجهاز المركزي للمحاسبات. معنا على الهاتف الأستاذ محمد الطوخي المحرر بجريدة الجمهورية. مساء الخير يا أستاذ محمد. اهلا بحضرتك. ومصادر قضائيه قالت ان النيابه هتبدا التحقيق في اتهام الرئيس المعزول بالاضرار العمدي بالمال العام. تفاصيل اكثر من حضرتك لو سمحت. في الحقيقه منذ عزل الرئيس الاستاذ محمد مرسي وتم تقديم العديد من البلاغات سواء للنيابه العامه او لجهاز الكسب غير المشروع. وفي الاخير مع المستشار ابراهيم الهنيدي مساعد اول وزير العدل التفتيش للكسب غير المشروع أكد أن التحريات على أجهزة رقابية في ظل تقديم أي بلاغ أول ما يتقدم بلاغ يكون عندنا النيابة أو الجهاز الكسب غير المشروع بيطلب تحريات لأجهزة رقابية حولين الاتهامات الموجهة لسواء للرئيس السابق محمد مرسي أو الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في تلك القضايا بتكون البلاغات متشابهة إلى حد ما. الأجهزة الرقابية بتبحث وتتحرى وتقدم تقريرها بعد ذلك للجهات اللي هي الجهات المعنية جهات التحقيق سواء كان جهاز الكسب غير المشروع أو النيابة العامة. وحتى الآن عندما يقدم بلاغ ده يسمى في طبقا للقانون ادعاء. الاتهامات تكون اتهامات عندما توجه النيابة العامة أو تحيي القضية إلى المحاكمة. أيوة. طيب يعني في قضايا بتتضمن قيام الشركة العالمية للإنتاج الإعلامي والقنوات الفضائية اللي بيساهم فيها الرئيس المعزول بنسبة 17% بارتكاب عدد من المخالفات المالية. هذا ما تضمنه البلاغ المقدم للنيابة العامة. أيوة. من الممكن أن أتقدم ضد حضرتك أو ضد أي مواطن نحن نتحدث كجريمة عامة الرئيس السابق من محمد مرسي او اي شخص كان من النظام المسؤول النظام السابق نظام الرئيس مرسي. طيب نتحدث عندما نتحدث عن جريمه نتحدث عن تحريات واثباتات مقدمه او تقديمها. لا نتحدث عن جريمه, نحن نتحدث عن تحقيقات بداتها نيابه الاموال العامه. لم يقل احد ان الجريمه ثبتت. تماما. استاذ محمد الطوخي المحرر القضائي بجريده الجمهوريه. ما زلنا نتواصل معكم في هذه الأخبار. تشكيل مجلس أمناء مؤسسة دعم مصر أصدر الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة دعم مصر 30/6/30/6. شمل مجلس الأمناء كل من الدكتور فاروق العقدة, نادية مكرم عبيد, المهندس محمد الأمين, المهندس نجيب ساويرس, الدكتور جلال أمين, الدكتور هاني سر الدين, الإعلامي خيري رمضان, الشاعر أحمد فؤاد نجم, ممثل عن وزارة الدفاع. وتتولى السير في إجراءات إنشاء مؤسسة ذات نفع عام وفقا لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمسمى صندوق دعم مصر, وتقوم بقبول التبرعات المقدمة من المواطنين والجهات الوطنية والأجنبية لدعم مصر, وتؤول إليها كافة التبرعات الواردة بحساب 30/6/30/6 بجميع البنوك المصرية على أن يتم الاتفاق منها في أغراض الإنفاق منها في أغراض التعليم والصحة والبنية التحتية للكرة وكذلك تشغيل الشباب. بيجري التلفزيون المصري استعدادات مكثفة للقيام بتغطية إعلامية خاصة باحتفالات الشعب المصري بانتصارات أكتوبر, وده في إطار التعاون الدائم والمتبادل بين وزارة الإعلام والقوات المسلحة. أكدت الدكتورة دورية شرف الدين وزيرة الإعلام أنه الاحتفال بانتصارات أكتوبر هذا الحدث التاريخي اللي بيدخل عام الأربعين وما يمثله من ذكرى غالية على قلوب المصريين بيأتي هذا العام مواكبا للمتغيرات المهمة اللي بتمر بيها مصر واللي بتأكد الثقة بين الشعب وقواته المسلحة. وقالت وزيرة الإعلام أن اتحاد الإذاعة والتلفزيون بمختلف قنواته وإذاعاته سيقوم بعمل تغطية إعلامية مكثفة لتعريف الأجيال الجديدة ببطولات القوات المسلحة المصرية والدماء التي سالت ليستعيد المصريون كامل أراضيهم في معركة الكرامة والعزة. ولسه متواصلون مع حضراتكم ومعانا خبر, وأيضا وبمناسبة انتصارات أكتوبر المجيد
المواقع الأثرية للمصريين مجانا احتفالا بذكرى أكتوبر. قررت وزارة الدولة لشؤون الآثار الخميس فتح مختلف المواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية بالمجان دون أي رسوم على زيارات المصريين احتفالا بالذكرى الأربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة. من جانبه قال الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار في تصريحات صحفية الخميس إن هذا القرار يأتي مساهمة من الوزارة في رفع الوعي لدى المواطنين وتعريف جموع الشعب المصري خاصة الشباب بعظمة الحضارة المصرية القديمة وحققه الأجداد من إنجازات في شتى المجالات. نقيب المرشدين يطالب وزير السياحة بوضع كاميرات مراقبة في الأماكن السياحية. طالب معتز السيد نقيب المرشدين السياحيين هشام زعزوع وزير السياحة باتخاذ عدة إجراءات ضرورية لاستعادة حركة السياحة وتوصيلها لمعدلاتها الطبيعية وتنشيطها من جديد، ودعا السيد وزير السياحة لاتخاذ هذه الإجراءات على رأسها ضرورة وضع كاميرات مراقبة في جميع الأماكن السياحية والأثرية وأماكن تجمع السائحين لمنع أي مضايقات قد تحدث للسائحين أثناء الزيارة. طالب نقيب المرشدين الوزير بمخاطبة وزير العدل لتخصيص دوائر قضائية خاصة بالسياحة والسائحين في إطار الأماكن السياحية على رأسها الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة وغيرها لسرعة الفصل في القضايا المتعلقة بالعمل السياحي، وأكد على ضرورة تشديد العقوبات على تلك الجرائم التي ترتكب ضد السائحين. وللمزيد من المتابعة بينضم معنا الآن على الهواء مباشرة الأستاذ عادل عبد الرازق رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية. يا فندم، الموضوع نقيب المرشدين يطالب وزير السياحة بوضع كاميرات مراقبة في الأماكن السياحية، ماذا تم هل تم التوصل إلى أي إجراء في هذا الموضوع حتى الآن، وما هي يعني الموضوع ده أصلا إيه اللي خلاه يطلع دلوقتي على الساحة الآن؟ هي اولا فكره مساء الخير اولا ومساء الخير على كل المشاهدينك. هي الفكره فكره رائعه، بس اللي هو مش وزير السياحه المختص، هو وزير السياحه مع وزير الداخليه مع وزير الاثار لابد ان احنا نفكر في الموضوع. لكن الموضوع بتاع الكاميرات ده موضوع مهم جدا، يعني انا من ضمن الناس اللي اهتميت بيه من 4 سنين وقدمت طلب للحكومه من 4 سنوات على انها تعمل كاميرات في كل مش الاماكن السياحيه. النهارده مدينه شرم الشيخ لابد ان تكون لها مراقبه، فتم فعلا ان احنا اتعملت كاميرات لخليج نعمه وعلى جزء كبير من مدينه شرم الشيخ، انما المطلوب اكثر ان يتعمل كاميرات، واصبحت الكاميرات دي حاجه متقدمه جدا على مستوى العالم، بحيث انها بتتعمل كاميرات ليليه في الصحراء فرصه اي حد يخش مثلا مدينه شرم الشيخ او الغردقه. مهم جدا قوي ان احنا نعمل الكاميرات دي، وانا مشجعها تشجيع تام. وان النهارده بقى الحراسه والامن في العالم مش موضوع ضابط وامين شرطه وعربيات بتمشي، لا ده النهارده في لندن اي حاجه تحدث في اي شارع في لندن بعد اقل من ساعه زمن بتتجاب ازاي؟ بالوسائل التكنولوجيه الحديثه، ومن اهمها موضوع الكاميرات. طب عفوا على المقاطعه يا استاذ عادل، هل الموضوع ده اثير الان يعني على اساس ان في حتى الان قلق في الشارع المصري؟ يعني انت مش شايف حضرتك ان هذا القرار قد تاخر كثيرا كل شعوب العالم اللي عندها سياحه عندها كاميرات في جميع يعني الشوارع وكذلك المناطق الاثريه وغير الاثريه، فحضرتك هل ده ليه علاقه بما يحدث الان في الشارع المصري؟ انا متفق مع حضرتك تماما ان الموضوع ده تاخر كثيرا، وان لابد ان يصدر قانون. شوفي قانون حضرتك بيلزم المولات الكبيره انها تعمل كاميرات خارجيه لما يكون في محل مهم زي المجوهرات والبازارات يكون فيها كاميرات، لما يكون في محلات من المحلات المهمه دي يلزمها، وهي انا وجهه نظري الشخصيه وهي بتطلع ترخيص بنك من البنوك، محل مجوهرات، محلات مهمه دي. ما تتخيليش حضرتك ان ممكن تحل مشاكل امنيه كثيره، واحنا اشد الحاجه ليست في الكاميرات في اماكن اثريه فقط، لكن الموضوع انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، هو محتاج حلقه كبيره لان الموضوع مؤثر تاثير كبير على السياحه، مؤثر على الاقتصاد، مؤثر على الامن، ولابد ان يكون في لجنه على مستوى عليا في مجلس الوزراء تبحث هذا الموضوع، لان من خلاله دول كثيره جدا حافظت على سياحتها وحافظت على امنها وحافظت على استقرارها من خلال هذه الكاميرات. ويكفي ان اقول لحضرتك مثل واحد بس بسيط. انا منذ فتره قليله جدا وانا كنت في مكان مهم جدا في عزف المهندسين اتسرقت مني المحفظه،
وبالتالي كان فيها الفيزا والماستر. مجرد ان خدها الراجل ده وراح، عرفت انه راح مكان معين يشتري منه، رحت لهذا المكان فقال لي اه والله احنا عندنا كاميرات، فاستطاع